هنا الحمد لله في دولة القانون، كاين حتى شي جهة فوق القانون. حنا هنا الرعاية ديال سيدنا، حنا هنا مسؤولين أننا أي حاجة تضرهم فحنا هنا باش نتوصلوا ونحاولوا إن شاء الله نديروا للجميع وفقا طبيعة هذا القانون. تنعاودها باش تنكررها، حتى شي واحد فوق القانون. مسائل قانونية قانونية، مسائل ماشي قانونية ماشي قانونية. أولا سعادة القائد أشكر الإخوان المحضر الكريم. حنا سعادة القائد ما عندناش ضرر الوعي، وإنما عدة فترات من بينها أن هذه الجمعية هذه اللي تقدمات طلب الكيان، تقدمات في واحد القبيلة اللي هو تجمع سكني. النقطة الأولى والتجمع السكني كما يعلم الجميع انه يمنع فيه الصيد، والحمد لله احنا الاخوان ديالنا متضررين، عندهم مزارع ديالهم، والحمد لله الجهه ديال الديوان عندهم مزارع ديالهم، وكاين اللي عنده المتلوثات تما، وكاين اللي عنده بزاف ديال المشاكل في هذا الشيء هذا. والمساله الثانيه ان النساء ديالنا الوقت اللي كيكون رب الأسرة ربما لأشغال منزلية يعني للتسوق أو مثلا هما اللي كيقوموا بالدور ديال الأشغال المنزلية وكيخرجوا. حنا سعادة القائد عندنا كرامة على النساء ديالنا، وهذا الشيء كيمس كرامة الإنسان. هذه الساكنة قدمت لها التعرض بناء على مجموعة من الأسباب اللي هي أسباب واقعية اللي خلات هذه الساكنة تاخذ واحد الموقف سلبي. هذا المقدم من طرف الجميع، وهذا الموقف السلبي كان نتيجه لواحد التراكم ديال مجموعه من السلوكات اللي دارتها سواء الجمعيات السابقه او الجمعيات اللي تستحق. اسباب التعرض مختلفه باختلاف الجمعيات اللي نتج عندها هذا التعرض. نعطيو امثله كما قال السمح من انتهاك خصوصيه السكان، هذه كاينه وثابته حتى الموقع الجغرافي نتاع المنطقة كيخلي أن الساكنة ولا النساء ديال المنطقة هما اللي كيتكلفو بأشغال منزلية، وهما اللي كينوبو على الرجال ديالهم في حالة اللي كان شي شغل معين. هذا فيما يخص انتهاك خصوصية السكان. استغلال الأراضي، إذا كيتم استغلال الأراضي بطريقة أو بأخرى، والجواب دائما ديال الدخول ديال الجمعية اللي عندو شي بلد ديال السياج. واش هاد الناس غادي يدخلوا بلادنا بالسيف؟ عطيهم حنا غادي يجيو يدخلوا بلادنا ديال السكنة، على الأغلبية بعدا كتبنا البلاد ديال الزيارة في السكنة وحنا ساكنين. واش هاد الناس يدخلوا البلاد ديالنا؟ واش حنا البلاد ديالنا كاريوها كتبنا نجيو نكراوها من غير ما يستاجروا معنا ولا حدا ولا شنو هاد الشيء معاهم؟ كتبنا هاد الناس كتبنا مسبقا كتبنا العريضة كتبنا الله عندنا بزاف العريضة كتبنا. واش حنا ديما غادي نبقاو نديرو هاد الواحد الله ديال الناس؟ ما الملعون ما كتوصلش. واش بغاو يديروا البلاط ديالنا بزز؟ حنا ما قادرينش يديروا البلاط ديالنا بزز. حنا ما بغيناش نهائي اللي كانت تسير لينا وكتسكنوا تما، انا عندنا البلاط ديالنا ما قادرينش نسير لينا التكليف. والشكر الله يرحمه، حتى حنا عندنا النساء ديالنا، واش النساء ديالنا ما عندناش حتى المراحل فين غادي يمشي؟ نعم. فين غادي يمشي هاد الناس ديالنا؟ واش من هذه غادي حنا عندنا سمحوا لي انا راني حتى كان هذا شويه الأراضي تابعة للمياه والغابات فتدوس مقرر للطور، تدوس يعني داخل الطور، إذا ما كانش كان تابع الخواص فما تدوش. هذا غادي يكتبوا لنا السيد سيد المتين اللي تنعطيوه الكلمة قبل ما نمشي عند الرئيس ديال الجمعية شكرا لك. عندنا الموضوع ديال هذا النقاش هو القنص البكري، يعني هذه إدارة المياه والغابات فوتات كراء عن طريق واحد المسطرة وواحد الجمعية اللي فازت فاز الزفاف. بخصوص
الثروه التي تسخروا بها البلاد ولا فان الوكيل الوطني للمعابات نجحت واحد الاستراتيجيه من اجل تنميه هذا القطاع تطويره عن طريق قنص منظم، هو واحد القنص المنظم كيتعطى لفائده واحد الجمعيه معينه. شنو كتفوت لهم الاداره للمعابات؟ كتفوت لهم حق الكراء ديال القنص اللي هو في الاساس هو ملك للدوله، يعني بالنسبه لحق القنص فين ما بغى يكون، في الخواص، في اراضي الحبوس، في اراضي المياه والغابات، هو في الاصل الاساس ديالو هو ديال الملك ديال الدوله. والكراء كيخص الكراء الحق العيني ديال الانتفاع من داك الوحش اللي كتخرميه داك المنطقه. وكتلتزم هذه الجمعيه بواحد مقدار التحملات اللي كتستعمل على تنزيلها وفقا لشروط معينه، منها تهيئة العيون ونقاط الماء، تشغيل الحراس بعدا كتخلق نوع تفرج الشغل بالنسبة للساكنة. دابا هاد الناس هادي اللي كيجيو من العمل ديال دابا المنطقة، هاد الناس هادي دابا عاودين ديال شنو كيقولوا؟ كيقولوا هاد الناس هادو غادي نخسروا عليهم الفلوس وغادي نكريو هاد البلاد هنايا. كيقولوا هاد الهضرة وكنتحملوا المسؤولية ديال الهضرة يعني. وجراو على الناس هادو من كسيبة جراو عليهم. الحق ديال الجمعية هو على الناس. اسمع هاد الأخوان. جراو على الناس هادو من كسيبة. وحنا كنشوفوا واش وقع في الوسط اللي وقع في التصفيه هذه هي غير كما مقرر السي شهد العساس كيدور اللي جوج كيشوف فينا ديك البلاصه اللي كيشوف فينا الظلمه ديالكم الضرر ديالكم المسائل ديالها حتى غادي ناخذوا في الاعتبار هذا قبل السؤال الرئيس ديال الجمعيه اللي معك في السي تقريبا حنا درنا الطلب ديالنا قانونيا نزلناه 100 وغادات خاص استشعار بحال ايها الناس في المغرب كامل جبال بلدانا كاين 13% جامعة ولاد الدولة كاين 5 ولكن جبال بلدانا كاين على راس على كاين 13% حنا المحميات بالعكس حنا المحميات كنحميو الغابة كاين شي مقارنات كنطبقوهم وراه المفتي ديال المهم راه هو اللي كيقول لك راه فلوسك راه كنمشي للمحمية حنا ما نضربو الديور الا نمشي واحد الدار كاين من المنتج ديال المياه والغابات راه كاين البروسيات دخل للزيتون راه كاين البروسيات داكشي راه كاين في القانون حصلوا شي واحد تما نتفقوا مع الاجراءات وحنا كنطالبوا بحال ايها الناس راه هادشي اللي كتحل راه بالجمعيه او الجمعيه غادي تحل القنص ما يمكنش تمنع القنص حنا كنتبعوا الطريقه ما نتبعوا اللي عنده الغرب ما تبعوا لي تاع البوش وانا خارج ما عنديش الغرب وخارج السكينه اللي كيهضروا عليها انا خارج بها الكي محوت عضو المجلس الجماعي لجامعة ولاد داود السخانين. لقاء اليوم كان حول التعرض المقدم من طرف ساكنة قبيلة السخانين دواوير قبيلة السخانين. لقاء اليوم كان بحضور مختلف المصالح السلطة المحلية رئيس الجماعة كذلك الدرك الملكي ممثل المياه والغابات إضافة إلى ممثل جمعية القنص المقدم ضد التعرض. إذا أسباب تقديم التعرض كانت مختلفة منها التضييق الذي قد يطال الساكنة كذلك استغلال أراضيها كذلك انتهاك خصوصيتها. إذا بعد نقاش مستفيض تم اقتراح مجموعة من الحلول على أساسها ستشكل واحد اللجنة اللي غتخرج للميدان وتشوف يعني هذه المساحة المخصصة للصيد ومدى قربها او بعدها من الساكنه. اذا هذا هو الخلاصه ديال هذا اللقاء ديال اليوم. اسباب التعرض مختلفه من قلنا التضييق على الساكنه اللي قد يطال الساكنه كذلك الانتهاك ديال الخصوصيه ديال الساكنه وكذلك استهداف الساكنه في المورد الرزق ديالها اللي مرتبط بالغابات وكنعرفوا بان الساكنه ديال المنطقه ديال او ديال قبيله تزخانين مرتبطه بالمجال القروي. وهذه هما الاسباب الحاليه اللي خلات الساكنه ترفض وتحج الى الجماعه بهذه الاعداد وتقدم رفضها التام لتاسيس هذه الجمعيه ولكراء المجال الغابوي لهذه الجمعيه على حساب الساكنه. التعرض ديال اليوم كان سبقه تعرض
تعرض آخر في السنة الماضية بالضبط في يونيو 2023، واللي كان الملف مر عبر المجلس، واللي كان الرفض التام من طرف أعضاء المجلس، رفض التام للطلب اللي كانت قدمت فيه واحد الجمعية في نفس المجال الغابوي، ولكن كانت فاجئة هذه السنة بملف آخر وبجمعية أخرى وباسم آخر، ولكن المساحة كتبقى هي هي. إذن كنعتبروا هذا الشيء نوع من التحايل على القانون، كنعتبروا نوع من استغلال النفوذ، وفي نفس الوقت كنعتبروا نوع من الاستخفاف بالمواطن، لأن المواطن قدموا واحد التعرض فيه 132، وإذا 132 عضو رفضت ذلك، هذا يعني بأن كاين رفض تام لهذا كراء المجال الغابوي لهذه الجمعية. إذا الملف المقدم حاليا باسم آخر، ومع العلم أن نفس الأعضاء هما اللي كانوا في الجمعية السابقة اللي رفض الطلب ديالهم، إذا كان تفاجئوا بأن أغلبية الأعضاء هما اللي كانوا في الجمعية السابقة. إذا الجمعية اللي قدمت الطلب ديالها ربما حادثة تأسيس، والملف ديالها كان مر عبر واحد السرية كاملة، ولكن كان تفاجئوا بأن المياه والغابات في إعلان ديالها لهذه الصفقة ديال الكراء كان ذاك الشيء بسرية تامة، ما تنشرش عبر المواقع الإلكترونية، ما تخبرش بها إذا الساكنة ما كانش العلم ديالها. والملف السابق اللي في الجمعية السابقة كان حول عبر المجلس، يعني عبر المجلس، التداول عبر المجلس وتم الرفض ديالو، ولكن حاليا تم بدعوى اكتراء أراضي الخواص، وهذا أراضي الخواص كنعرفوا الوضعية القانونية ديالها، حتى وإلا كانت وضعية قانونية صحيحة وسليمة خص يكون تنازلات مكتوبة لملاك هذه الأراضي. المطالب هو التراجع عاجلا على هذا القرار، التراجع عاجلا على اكتراء الأرض انضباطا لرغبات السكان وكذلك لأمان السكان، باش الكرامة ديالهم تبقى قائمة. اللقاء اليوم فكان يعني جا في واحد الظرفية اللي هي صعيبة شوية، كان الحمد لله الحضور ديال الجماعة ديالنا الإخوان الكرام تلبوا النداء وجاو الجماعة من أجل يعني فك هذا المشكلة هذا ديال اكتراء الأراضيهم وهذا الظلم اللي كيتعرضوا له الإخوان الكرام. الأسباب اللي كانت تعرضوا لها هي ضيق الخناق على الساكنة، وكذلك يعني انتهاك الخصوصية ديالهم، وكذلك يعني الكرامة ديالهم، والحمد لله يعني هذه كلها صفات يعني ذكرناها في اللقاء. ضيق يعني على الساكنة وكذلك على السكان، على المزارعين ديال القبيلة، وكذلك حتى على نساء القبيلة، وكذلك يعني التلاميذ، الحمد لله يعني كاينين تلاميذ كيشكلوا عليهم خطر هاد القناصة هادو، وحنا كنطلبوا يعني نطلبوا السلطات المحلية باش تحلينا هاد المشكل ان شاء الله بحول الله.